بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عناصر الجيش السوري الحر، نعلن عن تشكيل كتيبة رجال الله، ونعلن مسؤولياتنا عن تنفيذ العمليات التالية: أولا حديقة الروضة بدرع البلد، ثانيا جمرك درع القديم، ثالثا ساحة بصرة بجانب مدرسة 7 نيسان ضد عصابات الأمن والشبيحة، وذلك ردا لما قامت به هذه العصابات بحق إخواننا المدنيين والعسكريين من قتل وقمع في حورنا وسوريا، ومهدا إلى روح زميلنا الشهيد الرقيب عبد المجيد القدرو الذي اغتالته أيادي الأمن الآثمة. ولدينا المزيد بعون الله ضد هذه العصابات، وسنكون على العهد الذي أقسمناه لحماية أهلنا. أما أن ننتصر وأما الشهادة بإذن الله، شهداءنا في الجنة وقتلاهم بالنار، والرحمة على شهداء الثورة السورية.